مسجد سليماني هو تحفة من العمارة العثمانية، بناه سليمان القانوني في القرن السادس عشر، وصممه المهندس المعماري الشهير معمار سنان. يقع المسجد على التلة الثالثة لإسطنبول ويتمتع بإطلالة خلابة على المدينة. يعد مسجد سليماني مثالا صارخا على العمارة العثمانية الكلاسيكية. القبة المركزية محاطة بأربعة قباب أصغر تحيط بالمسجد. يحتوي المسجد على قاعة صلاة كبيرة ذات أعمدة رائعة وزخارف مزخرفة. تم تزيين الجزء الداخلي بالمفروشات والسجاد المنسوج يدويا ويضفي أجواء هادئة. وبصرف النظر عن المسجد، يحتوي مسجد سليماني أيضا على مكتبة ومدرسة ومستشفى وحمام. وكانت هذه المباني الإضافية جزءا من رؤية السلطان سليمان الذي أراد أن لا يكون المسجد مكانا للعبادة فحسب، بل أيضا مركزا للمعلومات والدعم الاجتماعي للمجتمع. لقد خضع جامع سليماني للعديد من عمليات الترميم والتوسعات على مر القرون، لكن سحره المعماري وأهميته التاريخية ظلت دون تغيير. إنها وجهة شهيرة للسياح الذين يرغبون في استكشاف الهندسة المعمارية الرائعة والتاريخ الغني في اسطنبول. وبشكل عام يعد مسجد سليماني جوهرة معمارية تبهر زوارها بجمالها وأهميتها التاريخية. يجب على أي شخص يزور اسطنبول ويرغب في تجربة الثقافة الغنية للمدينة